لا يبدأ المباراة. هنا لدينا القائدان حسام عاشور قائد فريق النادي الأهلي وكايو كانيدو، وبينهما طاقم التحكيم التونسي المكون من صادق السالمي من تونس الشقيقة 34 سنة، الرجل الذي هو دولي منذ 2016، وبالتالي مباراة فيها طرف إماراتي وطرف مصري وتقام في الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، وطاقم التحكيم من تونس، وهذه واحدة من مكتسبات البطولة العربية أو كأس زايد للأندية الأبطال، واحدة من مكاسب هذه البطولة أن يذهب الإماراتي أن يلعب في مصر وأن يأتي المصري ويلعب في الإمارات من الإسكندرية، وأنت تقابل الفريق الكبير النادي الأهلي في هذه المباراة. هذا حارس مرمى نادي الوصل يوسف الزعابي، وهنا حكم المباراة صادق السالمي من تونس يعطي الأهلي ضربة ركنية للنادي الأهلي، تأتي المحاولة عالية وخطيرة، ولكن أيضا الصافرة التونسية وجود خطأ في الكرة الماضية لفريق نادي الوصل. هذا أول لقاء بالمناسبة يجمع الوصل أمام النادي الأهلي عبر للنادي الأهلي، فهو لاعب لا شك أنه وصل لمرحلة أن يمثل الفريق الكبير لكرة القدم في النادي الأهلي في مصر في البطولات الأفريقية، سيد الأندية الأفريقية. الضربة الحرة المباشرة تحضر الآن، والكرة تلعب عالية وخطيرة، والكرة تصل بعد ذلك إلى ضربة ركنية. إسماعيل الدوري الإماراتي، علي سامين الدوري الإماراتي، وكرة خطيرة كانت في الكرة الماضية، تعود لفريق نادي الوصل عن طريق طبعا فينيسيوس ليما. مرور، الله 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 على المرور، الله على المرور، ممكن للأمام وفرصة، هي أوهو إبعاد، كرة جميلة من فينيسيوس ليما. فينيسيوس ليما، شوف المرور، شوف المرور والنظرة بعد ذلك إلى زميل كايو كانيدو القائد الوصلاوي، كان في مواجهة الشناوي، لكن يحسب للشناوي. شوف هذه ردة الفعل المطلوبة من حارس المرمى، انه طبعا خرج من مرمى واغلق الطريق المؤدي الى مرمى النادي الاهلي. جميلة لكايو كانيدو صاحب الفرصة الاهم في المباراة، وكايو كانيدو كرة جميلة، فرصة جول، اوهو فرصتين يا ليما، فرصة لكايو وفرصة لليما، وفي المرتين كاد الإمبراطور كاد الوصل أن يسجل. ياهي فرصة، ياهي فرصة، استغلال هذه الفرص، استغلال هذه الفرص مطلوب، لأن الفرصة الأولى ثم الفرصة الثانية، وبالتالي نعم نعم يبدو إلى لا زالت قائمة. العزيزي، العزيزي يأتي بكرة جميلة، هي جول، ولكن تبعد، تبعد الوصل، الوصل الوصل خطير، والوصل يصل لمرمى النادي الأهلي في مناسبات عديدة. هذه كرة حميد، حميد عباس، والإبعاد يأتي في الكرة الماضية، لكن حميد عباس بذكاء وبهدوء، ما في كرة تلعب الآن، محاولة مستمرة وخطيرة، فرصة تلعب وتصل في البطولة العربية في هذه المسابقة كأس زايد لأندية الأبطال. لاحظ هذه الكرة الخطيرة اللي كانت متاحة أيضا لصلاح محسن، هذا صلاح محسن واحد من اكتشافات أيضا القدم العربية، انطلاقة حاضرة الآن عن طريق ليما، يأتي بكرة لكايو، كايو 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 للأمام، وحكم المباراة يحتسب ماذا؟ يحتسب ماذا؟ خارج منطقة الجزاء، خارج منطقة الجزاء، وانذار على احمد علاء، خارج منطقة الجزاء، كايو يطالب بضرب جزاء. هذه الكرة، نعم نعم نعم، اسرع اسرع اسرع، كايو اسرع من العرقلة، العرقلة في اعتقادي داخل منطقة الجزاء، في اعتقادي داخل منطقة الجزاء. حكم المباراة التونسي صادق السالمي احتسبها خارج منطقة الجزاء، واحتسب الدفعة الأولى بالمناسبة. كايو موجود، خميس إسماعيل، ليما يسدد، اللي هو كايو، لكن التسديد ما كان جيد في اللعبة الماضية، تبعد الآن. يقدم شوط ممتاز في الإسكندرية، كرة جميلة وخطيرة، والمدافع أحمد علاء، أحمد علاء ضربة ركنية، ضربة ركنية،
الوسطية في برج العرب، الضربة ركنية، وفي دوري أبطال العرب، وفي كأس زايد للأندية الأبطال، ضربة ركنية تلعب عالية وخطيرة ويأتي الإبعاد في الكرة. يجب أن يأتي اليوم اللي نحن العرب، هذه خطيرة، هذه فرصة للأمام، وكرة جميلة، والزعابي برافو، الزعابي برافو. نعم نعم، بعض الأخطاء المفترض ما تصير، بعض الأخطاء هذه، مثل هذه اللعبة، مثل هذه اللعبة ما تبر، ما تبر يا العزيزي. نعم، لكن بعد ذلك كانت سهلة، كانت سهلة، لكن المرور كان من أيمن أشرف، والعرضية كانت الآن لي معنا التنفيذ، لي معنا التنفيذ، الله الله، حلوة من الاثنين، حلوة من ليما وحلوة من الشناوي، حلوة من ليما وأحلى من الشناوي. الشناوي أنقذ هدف إماراتي برازيلي. شوف كرة قوية جدا، كرة قوية جدا، لكن حارس مرمى مصر الأول، حارس مرمى مصر الأول يتألق في إبعاده. الوصل أفضل، الوصل أفضل، الإمبراطور أخطو عليه هدف لأنه يقدم مباراة مثالية، وتخلى عن طبعا الحذر وتقدم للأمام، والكرة إلى ضربة ركنية، وعندنا ضربة ركنية أخرى لفريق نادي الوصل، ولحظة الضربة الحرة المباشرة الجميلة، ولكن الأجمل يأتي من التصدي الممتاز للشناوي. هل أصيب الشناوي في هذه اللقطة الآن؟ الحرة المباشرة، الضربة الحرة المباشرة، الشوط الأول، الدقيقة الأخيرة، كرة خطيرة، هدف يسجل للنادي الأهلي، هدف يسجل للنادي الأهلي، ضربة حرة مباشرة لعبت بطريقة قوية جدا، مرت من الكل، مرت من الكل، والخبير أحمد فتحي، الخبير أحمد فتحي يسجل الهدف الأول في المباراة، هدف يسجل، هدف يسجل للنادي الأهلي من ضربة حرة مباشرة. أصعب الكرات، الكرات الساقطة، لأن يكون فيه اعتماد. شوفت هذه اللعبة مرت من الكل، ما لمست أي لاعب، وبالتالي خادعت الزعابي الخبير أحمد فتحي، يأتي بضربة حرة مباشرة، والكرة مباشرة من قدمه مرت من الكل، من كل الرؤوس ومن كل الأقدام، ووصلت إلى أن تكون، شوف ما لمست ولا لاعب، وهذه أصعب الكرات على حراس المرمى. نعم، أحمد فتحي، أحمد فتحي، 33 البطولات العربية النادي الأهلي، يبدأ الشوط الثاني والبطولة، هذه خطأ، هذه خطأ، وهذه فرصة الآن، والكرة للأمام، لكن مرت، مرت، خطأ دفاعي من لاعبي نادي الوصل، وكاد فريق النادي الأهلي أنه يستثمر هذا الخطأ ويسجل ويضيف الهدف الثاني. كرة جميلة، شوف هذه الكرة، هذه الكرة من جانب سالم العزيزي، وكاد لاعب فريق النادي الأهلي في الكرة الماضية، نعم، عن طريق اللاعب صلاح محسن، أنه يستثمر الكرة، يستثمر الخطأ واحد، وهذه محاولة، كرة تلعب الآن، خطيرة، خطيرة للنادي الأهلي، لا زالت، لكن إبعاد، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، الوصل عالية وخطيرة، ويأتي الإبعاد، هيا، أوه، لا زالت وصلوية، وصلوية، وشريف إكرامي، شريف إكرامي، لكن الوصل، الوصل، نعم، مرة أخرى الوصل يصل، الوصل يصل، والوصل كاد في الكرة الماضية. شوف خميس إسماعيل بتضرب في القائم الأيمن، بتضرب في القائم الأيمن، فرصة كانت مثالية للإماراتي، خميس إسماعيل سددها بقوة، اصطدت في القائم الأيمن، هذه الكرة، هذه الكرة، هدفا لنجم إماراتي كبير اسمه ناصر خميس، كرة تلعب خطيرة، فرصة كانت بالرأس بصورة جيدة كذلك أيضا للأمام، ولكن عن طريق هذا اللاعب، هذا اللاعب مروان محسن، هذا اللاعب بالمناسبة مروان محسن يعني لا يلعب أساسيا مع النادي الأهلي، ومع ذلك عندما كان طبعا مدرب المنتخب المصري الأرجنتيني السيد كوبر، وعندما أيضا جاء أغيري مع أنه لا يلعب، محمد شريف جاءت على طبق من ذهب، التسلل غير موجود بالمناسبة، التسلل غير موجود، هذه أيام حسام حسن ما تضيع، هذه أيام طبعا بيبو الرئيس الحالي ما تضيع،
هذه كرات طبعا وايام عماد متعب هذه الكرات ما تضيع اطلاقا هذه الالعاب. لاحظ هنا غمض عينه ما فتح عينه في الكره الماضيه وهذا طبعا يجعل مدرب الفريق حسن العبدولي ليس راضيا عن التغطيه دماس في الكره الماضيه للامام الى ليما الى ليما هيا اوه غير معقول غير معقول. فرص الوصل اليوم فرص الوصل اليوم اليوم فرصة بعد فرصة فرصة ورا فرصة في المباراة كل الفرص بتضيع كل الفرص الوصلاوية بتضيع. كانت من المدافع الكوري هذه اللعبة هذه اللعبة هذه اللعبة نعم 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 والله فيها أنا هذه اللعبة هذه تروح أكثر لأنها هي ضربة جزاء لكن حكم المباراة نعم ضربة الجزاء في اعتقادي موجودة للفريق النادي الأهلي الآن وكرة تلعب وتبعد والوصل ضاغط والوصل يسدد هي وحارس المرمى شريف كرامي لازالت خليل خميس يأتي بمحاولة مستمرة عالية جول جول الوصلاوي يسجل الوصل يسجل في مرمى النادي الأهلي وكايو كايو الشوط الأول خطورته تبرز الآن وكايو يعادل الوصل والوصلاوي يستحق هدف التعادل على ما قدمه في المباراة كرة جميلة نعم خليل خميس اللي نزل من أجل دعم خط هجوم فريق الوصل هو من جاب العرضية والعرضية على رأس كايو وكايو ما بين صدره أو ما بين كتفه وما بين رأسه ضربت في الكتف ووصلت إلى الشباك شريف كرامي وكان الوصل وتعادل الوصل الآن هذه لعبة طبعا شوف ما بين ضربت في ركبته وضربت في رأسه والماضية ليما مباراة الأفضل هذا الموسم ما سجل الليلة لكنه خطير وهذه خطيرة والفرصة لخليل خميس ياهو تبديل جول وصلاوي ثاني وصلاوي ذهب في الشوط الثاني نعم الامبراطور يعود والابتسامة تعود والامبراطور يعود والعبدولي يكمل مع الامبراطور العبدولي يكمل مع الامبراطور لكن ياهي قراءة للعبدولي دخل خليل خميس جلب المباراة غير المباراة حول الأمور كانت للنادي الأهلي تبديل ذكي تماما خليل خميس صنع الهدف الأول وخليل خميس صنع الهدف الثاني وبالتالي شوف الصورة الآن الوصلاوي اثنين والنادي الأهلي الفريق المصري الكبير العريق في ليست محاولة قائمة الآن والكرة فيها تلعب عالية والإبعاد من السوق الكوري الجنوبي وهدف التعادل هدف التعادل يسجل الآن من صلاح محسن يأتي ويسجل التعادل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة مباراة كبيرة للوصل خطأ في اللحظات الأخيرة خطأ في التمركز خطأ في التواجد وبالتالي شوف هذه اللعبة في اللحظات الأخيرة كرة لعبت مرت وعادت ووصلت لمروان محسن وليس صلاح محسن مروان محسن هو اللي تابع الكرة الماضية وسجل بالتالي وعادل فريق النادي الأهلي في المباراة اللي ربما كانت قريبة تماما من الوصلاوي في هذه اللحظات الأخيرة من عمر المباراة لكن مروان محسن أدرك التعادل وبالتالي مباراة نعم مباراة قدم فيها الوصل الشيء الكثير كان متقدما على فريق النادي الأهلي في الإسكندرية حتى الدقيقة 95 من عمر المباراة لكنها